انت عارفة ايش هي اعظم دقيقة؟ اعظم دقيقة هي الدقيقة اللي انا شفتك فيها. يلا بطل فرفشة وكلام مع بنات الناس، تعال انا اقول لك ايش هي اعظم دقيقة فعلا. اعظم دقيقة فعلا لما تعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: ايعجز احدكم ان يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ فتعجبوا وسألوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ كيف نقرأ ثلث القرآن؟ فاجابهم: قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن. ودي فعلا اعظم دقيقة. واعظم دقيقة فعلا لما تعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. يعني كل ذنوبك هتتغفر اذا قلت في يوم واحد سبحان الله وبحمده 100 مرة. الموضوع ما رح نقص من وقتك ثواني. يعني كل ذنوبك هتتغفر ولو كانت مثل زبد البحر زي ما النبي قال. زبد البحر ده ملوش عدد، يعني لو كانت ذنوبك ملاش عدد ساعتها هتتغفر ليك كلها. ودي فعلا اعظم دقيقة. واعظم دقيقة فعلا لما تعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح: ان الذي يتوضا ويحسن الوضوء بعد ما يتوضا يقول: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له ابواب الجنه 8 يدخل من ايها شاء. واعظم دقيقه فعلا لما تعرف ان النبي عليه الصلاه والسلام قال انك بعد ما تسلم من الصلاه تبقى جالس مكانك وتقول: سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 33، وتختمهم بان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في الساعه دي كل ذنوبك هتتغفر ليك مهما كان عددها. واعظم دقيقة فعلا لما تعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ فأحسن الوضوء تساقطت منه خطاياه حتى تخرج من تحت اظافره. يعني لما تتوضأ تمام كل نقطة مي راح تسقط من جسمك، راح تسقط معاه خطاياك. واعظم دقيقة فعلا لما تعرف ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. يعني بالسنن اللي هي سنن الرواتب اللي هي قبل الصلوات وبعد الصلوات ومثل قيام الليل و صلاة الضحى وكل هذه السنن، ساعتها انت بتتقرب الى ربنا سبحانه وتعالى. ساعتها ربنا سبحانه وتعالى راح يحبك. واذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي عليها. ودي فعلا اعظم دقيقة. واعظم دقيقة فعلا لما تعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدال على الخير كفاعله. يعني انت لما تنقل هذا الفيد لغيرك وغيرك استفاد، انت راح تاخذ اجر زيك زيه بالضبط. والسلام ختام.